مرحبا بكم في مطارات الجزائر والخطوط الجوية الجزائرية عبر العالم. الخطوط الجوية الجزائرية تتطلع إلى العالمية من خلال اقتحام أسواق جديدة، تنفيذاً للسياسة الجديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفي ظل الإدارة الجديدة التي يقودها المدير العام ياسين بن سليمان، الجوية الجزائرية أطلقت برنامجاً ثرياً لاكتساح الأسواق الإفريقية. البرنامج الجديد كلياً تربط من خلاله الشركة أوروبا بإفريقيا مروراً عبر الجزائر. مطار الجزائر سيكون منطقة عبور كبرى من مختلف الدول الإفريقية نحو أوروبا، ومن هذه الأخيرة باتجاه مختلف العواصم الإفريقية بأسعار تنافسية. الشركة تمنح المتعاملين الاقتصاديين فرصة ثمينة لاكتشاف أسواق إفريقية جديدة والترويج لمنتجاتهم من خلال فرع الشحن التابع للجوية الجزائرية. البرنامج الجديد سيجعل مطار الجزائر مطاراً محورياً للمستثمرين الجزائريين الذين يرغبون في اكتساح الأسواق الإفريقية. المسافرون الجزائريون سيتمكنون من السفر نحو مختلف الوجهات الإفريقية والأوروبية من خلال رحلات أسبوعية جاهزة بأسعار مدروسة وفي المتناول. الجوية الجزائرية طرحت عروضاً ترويجية بين المدن الإفريقية والفرنسية من ليون إلى إفريقيا عبر الجزائر العاصمة، ليون أبيديجان، ليون ابتداء من 499 يورو، ليون باماكو، ليون ابتداء من 499 يورو، ليون داكار، ليون ابتداء من 449 يورو، ليون نيامي، ليون ابتداء من 549 يورو، ليون واكشوت، ليون ابتداء من 499 يورو، ليون واغادوغو، ليون ابتداء من 449 يورو. من مارسيليا إلى إفريقيا عبر الجزائر العاصمة، مارسيليا أبيديجان، مارسيليا ابتداء من 499 يورو، مارسيليا باماكو، مارسيليا ابتداء من 499 يورو، مارسيليا داكار، مارسيليا ابتداء من 449 يورو، مارسيليا نيامي، مارسيليا ابتداء من 599 يورو، مارسيليا نواكشوط، مارسيليا ابتداء من 449 يورو، مارسيليا واغادوغو، مارسيليا ابتداء من 449 يورو. من تولوز إلى إفريقيا عبر الجزائر العاصمة، تولوز أبيديجان، تولوز ابتداء من 499 يورو، تولوز باماكو، تولوز ابتداء من 499 يورو، تولوز داكار، تولوز ابتداء من 449 يورو، تولوز نيامي، تولوز ابتداء من 599 يورو، تولوز نواكشوط، تولوز ابتداء من 449 يورو، تولوز واغادوغو، تولوز ابتداء من 449 يورو. من باريس إلى إفريقيا، باريس أبيديجان، باريس ابتداء من 499 يورو، باريس باماكو، باريس ابتداء من 499 يورو، باريس داكار، باريس ابتداء من 449 يورو، باريس نيامي، باريس ابتداء من 499 يورو، باريس نواكشوط، باريس ابتداء من 499 يورو، باريس واغادوغو،
باريس ابتداء من 499 يورو، من نيس إلى إفريقيا، نيس أبيديجان، نيس ابتداء من 499 يورو، نيس باماكو، نيس ابتداء من 499 يورو، نيس داكار، نيس ابتداء من 449 يورو، نيس نيامي، نيس ابتداء من 599 يورو، نيس نواكشوط، نيس ابتداء من 449 يورو، نيس واغادوغو، نيس ابتداء من 449 يورو. المدير العام للجوية الجزائرية ياسين بن سليمان جاء على إثر تغييرات واسعة على مستوى إدارة الجوية الجزائرية، أوعز بها الرئيس تبون شخصياً كإجراء تنظيمي لدعم استراتيجية الخطوط الجوية الجزائرية وتعزيز إدارتها المركزية، مباشرة بعد تنصيبه في 18 جوان الماضي. أخذ بن سليمان على عاتقه تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بأن تقتني الجوية الجزائرية 15 طائرة جديدة من أجل توسيع الأسطول الجوي للشركة، بما يتيح لها اقتحام أسواق جديدة. الجوية الجزائرية تمكنت في الآونة الأخيرة من مد شبكتها التجارية في إفريقيا وأوروبا، منذ أن أصبح المدير العام ياسين بن سليمان على رأس طاقمها الإداري، والذي سبق له وأن حقق نجاحاً في تقلد منصب إدارة قسم التطوير والتسويق بمطار الجزائر. كان مكلفاً بالتطوير والمتابعة التجارية والخدمات بمطار حاسي مسعود الجديد، بالإضافة إلى مدير تجاري لشركة أغلازور إيرلاينز، كما كان مسؤولاً عن مشروع تطوير الأنشطة التجارية في مطار الجزائر، بما فيها محطات التوقف والمحلات التجارية والخدمات الصناعية. زير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.